طالب اختصاصيون اجتماعيون خلال حديثهم في منتدى نشر ثقافة تيسير الزواج بإيجاد مبادرات شبابية ومجتمعية تدعم تبسيط الزواج. وأكد مدير الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج عاصم محمود استعداد الصندوق لتقديم الدعم اللازم للشباب المقبلين على الزواج في شتى الجوانب بالاستفادة من الدعم السياسي الذي توفره رعاية رئاسة الجمهورية للشباب السوداني ومشاريعهم. وقال إن مبادرة سهم العفاف التي سيتم تدشينها مطلع يوليو المقبل تهدف لاستنهاض طاقات المجتمع وأصحاب العمل والمنظمات الخيرية ورجال الأعمال دعما لتزويج الشباب وصون المجتمع، باعتبار أن الزواج قضية مجتمعية لتنفيذ خطة العام 18 و2000 التي تستهدف تزويج 100,000 شاب وشابة والتوسع في شكل الخدمات المقدمة للشباب القادمين على الزواج. وأشار أن مبادرة التوافق التي دشنها الصندوق بالشمالية تهدف لنشر ثقافة تبسيط تكاليف الزواج ومحاربة المغالاة في المهور والصرف البذخي في الزواج والمساهمة في نشر العادات والتقاليد السودانية التي تدعو لتبسيطه وتسهيله. ضمن سلسلة البرامج والمشروعات التي ينتهجها الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج لاستهداف المجتمع ببرامج توعوية خاصة في مجال تبسيط الزواج وتقليل تكاليف الزواج وتيسير الزواج للشباب عموما، ويأتي كذلك هذا المنتدى لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الشباب فيما يتعلق بإحصانهم. والصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج يبتدر هذه المنتديات وهذه الورش الخاصة بتيسير الزواج، يهدف إلى دعم الاستقرار الأسري وتوفير بيئة جيدة للشباب.